السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدين الكرام وبرنامج وقفات رمضانية. واسمحوا لنا أن نرحب في هذه الحلقة بضيفنا وضيفكم الدكتور مشعل عياد العنزي الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشفاء الإسلامي. حياك الله يا دكتور. الله يحييك ويبارك فيك يا رب. ما زلنا في هذه الأيام المباركة وهذه الليالي من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، شهر القرآن. دكتور، لماذا هو شهر القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رمضان شهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لأن القرآن نزل في رمضان، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة مباركة. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر، يعني لعظيم مكانة القدر، وسميت ليلة القدر لعظيم قدرها ومكانتها ورفعتها لنزول القرآن فيها. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في هذه الليالي المباركة في ليلة القدر، فكان ارتباط القرآن برمضان ارتباطا وثيقا، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب دكتور، على فهم البسيط المتواضع، قد لا نعلم نحن الضعفاء الفقراء إلى الله عز وجل، أن أول آية نزلت من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. متى نزلت هذه الآية؟ هل نزلت في رمضان؟ هل يعتبر هذا النزول هو نزول القرآن؟ أم هناك روايات شرعية أخرى؟ نريد أن نستوضح دكتور. نعم، أولا لا بد أن نعرف أن نزول القرآن جملة واحدة في السماء الدنيا في بيت العزة نزل نزولا كاملا من الله إلى جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل القرآن منجما، أي مقسطا، عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الوقائع والأحداث. فمن حيث نزوله جملة واحدة كان في ليلة القدر. وأما نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فكان أول آية مثل ما ذكرت اقرأ، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعبد في غار حراء ويتحنث بها في الليالي ذوات العدد، لما قاله جبريل اقرأ، قال: ما أقرأ؟ قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي ماذا أقرأ؟ اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق، خلق الإنسان من علق. فالقرآن لعظيم مكانته أنه نزل جملة واحدة كله كامل في بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال ابن عباس. إذن عندما نزلت أو تدارس سيدنا جبريل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام في نزول هذه الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هل كان في هذا الوقت شرع الصيام أم ما بعد الهجرة شرع الصيام؟ لم يشرع الصيام، الصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة، وهذه الآية نزلت قبل الصيام. فالقرآن كله قلت نزل في رمضان، لكن هذه الآية تحديدا نزلت قبل رمضان، فهذه نزلت لواقعة معينة، لحدوث واقعة معينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا نزولان للقرآن، نزول كامل في ليلة القدر، ونزول مقسط على الحوادث والمواقع، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إذن المقصود هنا إن أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن كامل، كامل نزل في ليلة، يعني من أول القدر، من أول نزل الآخر في ليلة القدر في رمضان في سنوات هجرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرع الصيام. نعم، هي كذلك دكتور؟ نعم صحيح، هذا نزوله كاملا. طيب، هذا الفضل، فضل القرآن الكريم في رمضان والعشر الأواخر وهذه الليالي المباركة وهذه الأحرف وما تؤجر عليها من هذا القرآن، كيف نستشعرها ونستثمرها في هذا الشهر الفضيل، هذا القرآن الكريم؟ نعم، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن في رمضان، وكان يدارسه جبريل في شهر رمضان،
وكان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر دارسه مرتين. والسلف كانوا يتفرغون من الدروس وكل الأعمال وينكبون انكبابا واضحا على القرآن الكريم لارتباطه بهذا الشهر المبارك. فمن السلف من كان يختم القرآن بليلة أو بركعة كما كان عثمان رضي الله عنهما وعنه وأرضاه. وكان الإمام الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة، يعني يختم في اليوم كم ختمتين. وكثير من السلف كان يختم في رمضان لأن كثرة التلاوة في القرآن في رمضان إنما هي رياضة ودربة للإنسان أن يعتاد عليها في رمضان، بحيث رياضة روحية ودينية، هكذا فهمي دكتور. نعم، هي رياضة بدنية ورياضة روحية كما قلت، فلأنه يعتاد على تلاوة القرآن، فاللسان يتلو والأذن تسمع والنظر تنظر وحتى اللمس والمصحف أمامك فهذه يعني جميع الحواس تشتغل معك في تلاوة القرآن الكريم. إذن دعنا نقف مع الفاصل ومن ثم نكمل، لماذا في رمضان هذا القرآن وما هذا الفضل في شهر رمضان؟ نعم. بعد الفاصل إن شاء الله. إذن مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وبرنامج وقفات رمضانية، وضيفنا وضيفكم الشيخ الدكتور مشعل عياد العنزي الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حياك الله مجددا يا دكتور. الله يحييك. ما زال حديثنا القرآن ورمضان، وكنا قد وقفنا عند تلاوة هذا القرآن والكثر من الختمة، أنك تعود جميع جوارحك في هذا القرآن وهو رياضة مثل ما تفضلت. نعم، أولا دعني أبين لماذا رمضان والقرآن، يعني ما الرابط؟ نتفق أن أشرف الكلام كلام الله عز وجل، فلعظيم مكانة القرآن أنه أنزله في أشرف وأعظم الشهور هو القرآن في شهر رمضان وفي أعظم ليلة من رمضان، في أعظم ليلة. فعندنا عظيم القدر وهو القرآن بعظيم الزمان وهو رمضان، وأخص منه في العشر الأواخر منه في ليلة القدر. فالله عز وجل جعل أشرف كلام وهو صفة الله، كلام الله القرآن، صفته أنزلها في خير الشهور وهو القرآن، وهو رمضان شهر القرآن، ليعلم الإنسان أن ثمة ارتباط بين القرآن ورمضان. فلما تذكر رمضان تذكر القرآن، وإذا قيل قرأ القرآن تتذكر رمضان، فثمة ارتباط بينهما. لذلك نقول أن الإنسان يحسن في هذا الشهر كثرة التلاوة والتدبر والختمات والإمعان والسماع إلى تلاوة الإمام، لأن رمضان فرصة لتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. طرف في بالي سؤال دكتور، الآن بعد ما نكون خلف الإمام ونستمع إلى هذا القرآن، هل نؤجر والله أعلم؟ أحسنت. نعم صحيح، صحيح أنك تؤجر لأنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كما أنك تؤجر في تلاوته أيضا تؤجر في سماعه، فالإنسان إذا سمع القرآن فإنه يؤجر للسماع، وإذا تلا القرآن أيضا أجر على تلاوته للقرآن الكريم. فالإنسان مأمور باستماعه للإمام، قال الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمر الله عز وجل بالإنصات والاستماع لتلاوة الإمام. قال لا تقرؤون خلف إمامكم إلا بأم الكتاب، لا يقرأ الإنسان خلف الإمام إلا بالفاتحة فقط، وأما ما بعدها فإن الإمام المأموم يستمع لقراءة الإمام ويتمعن ويتدبر الآيات التي يقرأها الإمام. طيب هذا الشهر الفضيل والقراءة، يعني ذكرت قراءة، استماع، تدبر، تفكر، يعني قد لا تتوافق كل هذه، يعني هناك من همه أني فقط أختم، فقد تكون قراءة سريعة من غير تدبر كلمات واستشعار، وإذا تدبرت فتكون الختمة قليلة، كيف أوازن بين هذه وتلك دكتور؟ أحسن، يعني هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم، أيهما أفضل
كثرة الختمات دون يعني التدبر، أو التدبر وإن قلت الختمات، طال الكلام فيها، نقول افعل الاثنتين أفضل. وبعض العلماء يمثل لها بالجوهرة، يعني عندك يعني جواهر غير ثمينة وعندك جوهرة واحدة ثمينة. خل بسط أكثر أبو دخيل، أنت جيت سوق الفقع وتبتاخذ فقع صغار صغار، في ناس يحب صغار كثير، لكن في فقعة كبيرة، فقعة كبيرة هذه هي التدبر وحدة، نقول ختمة فيها تدبر، وهذا الفقع الصغير هذا كثرات تلاوة القرآن دون التدبر، أيهما أنفع وأضبط؟ بعض الناس يقول أنا أحب الكبيرة. وكلاهما جواهر وكلاهما نعمة، يعني سواء الفقع ولا أحسنت، كلاهما نعمة، لذلك الإنسان يحسن التدبر مع كثرة التلاوة، كثرة ما استطاع التلاوة. ما استطاع، إن أراد أن يكثر من التلاوة، وإن أراد أن يكثر من التدبر، وإن أراد أن يجمع بينه، هذا أفضل، هذا أفضل. المهم أن الإنسان يمعن النظر في القرآن، يرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن. من أراد أن يسمع كلام الله وأن يكلم الله فكأنما خاطب الرحمن بالكلمة، أن يكلمه بالقرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. فإذا أردت أن تخاطب الله عز وجل اقرأ القرآن، أردت الرقي اقرأ القرآن، أردت الهداية اقرأ القرآن، أردت البركة والتوفيق اقرأ القرآن. القرآن بركة، شفاء وهدى وضياء ونور وحياة، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. ولذلك واعظ الله في قلب كل مسلم، لما ذكر الحديث نواس بن سمعان قال: والذي يقول عباد الله هلموا إلى الكتاب ولا تعوجوا، قال: هذا كتاب الله يأمرنا باللجوء والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. دكتور حاولت بس ما قدرت، لقيت ثقيل، ما لقيت وقت أصلي ولا البيت ولا الدوام ولا الأفطار ولا نفسي والهوى والشيطان. العذر مصفدة في هذه الأيام المباركة، لكن نفسي والهوى كيف أضبطهم هنا لقراءة القرآن؟ تضبطهما إذا عرفت الثمرة والنتيجة، أن يوم القيامة الله سماه يوم التغابن، يعني تغبن النفوس، يقول يا ليتني كنت أقرأ القرآن. لما يشوف الناس أعلى الدرجات، لما يشوف الناس في الفردوس الأعلى، يقول يا ليتني قدمت لي حياتي، يا ليتني أكثرت الختمات. روي عن أحد السلف أن لما حضرت الوفاة بكت ابنته، فقال: يا بني لا تبكي علي، فوالله إني ختمت القرآن في هذه الزاوية أكثر من 3000 ختمة. ما شاء الله. فالإنسان لما يتحسر على أيام ولياليه وتذكر أن ثمة نعيم ينتظرك يوم القيامة، هنا يهذب النفس ويقول خلاص هذه فرصة، الشياطين مصفدة، لا تجعل نفس تغلبك، اغلبها وتمكن منها في رمضان لكثرة القراءة والإيمان والنظر في كتاب الله تبارك وتعالى، لتنال الأجر والمثوبة والرفعة في أعلى الدرجات. آمين يا رب العالمين، ارزقنا هذه الدرجات العلا، ورزقنا الفردوس الأعلى مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا يا دكتور، في ميزان حسناتك بإذن الله. الله يجزاك خير. الشكر موصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعين، ما كنتم دمتم في حفظ الله ورعايته، فمع الله.